وللمزيد حول تطورات الأزمة في سوريا في ظل الانفجار الكبير الذي وقع اليوم في العاصمة دمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. أهلا بك معنا عقيد حمادة. أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم. أهلا بك عقيد أحمد. يعني 14 قتيلا وثلاثة جرحى بتفجير حافلة جنود وسط العاصمة دمشق في منطقة تعتبر يعني مركزية إلى حد بعيد، بداية ما هي قراءتك لما جرى اليوم؟ أخي الكريم، اليوم دمشق هي محتلة من قبل ميليشيات إيران بمختلف أصنافها وأنواعها، بالإضافة إلى الروس، بالإضافة إلى شبيحة النظام المتواجدين في هذه المدينة. هذه الحادثة تدل أولا على أن الأمن منعدم في هذه المدينة، وربما تحدث تفجيرات أخرى كما حدث تفجيرات في السابق. من هو الذي استهدف هذه الحافلة؟ حتى الآن لا أحد لم يعلن أحد عن هذا الاستهداف. ربما تكون أحد أفرع هذه التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام، ميليشيات إيرانية أو غيرها قد استهدفت، أو ربما تكون هناك قوة أخرى استهدفت هذه الحافلة العسكرية. بالتالي هذه الحافلة هم من جنود النظام وشبيحة النظام الذين قتلوا الشعب السوري ولا يزالون يقتلون هذا الشعب. هذه المنطقة هي منطقة هامة تربط بين البرامكة وبين المهاجرين، وكذلك بين شارع الثورة وبين ساحة الأمويين، إذن هي موقع هام جدا، وهذا الاستهداف يدل على أن هناك تخطيط بهدوء وتخطيط بعناية لاستهداف هذه المنطقة، وباص المبيت ربما يكون أحد القطعات العسكرية التي لها أهمية. مقتل 13 من الجنود لا يعني شيء بمقابل قتل المدنيين اليوم والطلاب المدارس الذاهبين إلى مدارسهم اليوم في أريحة بقذائف النظام، بقذائف الكراسنبول. إذن هذا النظام هو السبب الأساسي في قتل الجنود وفي قتل الطلاب وفي قتل الشعب السوري. طالما أن هذا النظام هو متواجد في سوريا وهو الذي يحكم بمساعدة الإيرانيين والروس، فإن الموت سيكون هو القاسم المشترك لكل السوريين. عقيد أحمد، يعني بما أنك أتيت على موضوع استهداف النظام لمناطق أريحة ومناطق متفرقة أيضا في إدلب، يعني كيف تقرأ موقف الدول الراعية تجاه هذه الخروقات؟ شديد، يعني كما يقال الشعب السوري يموت والباقي مرتاح ومطمئن ويقوم بمعيشته كما تحلو له. هؤلاء كأن العالم اليوم خارج دائرة الإنسانية بشكل كامل. ليس اليوم فقط يموت الأطفال السوريين الذاهبين إلى المدارس، يعني ماتوا وهم يحملون حقائبهم المدرسية باتجاه مدارسهم بقصف القاتل معروف من هو، والقذيفة معروف مصدره وكل شيء، ولكن هذا العالم والدول الضامنة وغير ذلك كله في وضع الصمت. طيب هذا الوضع، وضع الصمت الذي تتحدث عنه عقيد أحمد، إلى ماذا يوحي صمت الدول الراعية بالتحديد؟ يعني ما يوحي له بأن هناك حالة عجز، هناك حالة يعني عدم مبالاة. يعني أين المجتمع الدولي؟ لماذا لم يجتمع مجلس الأمن من أجل هؤلاء؟ لماذا لم تدعو المنظمات الإنسانية لازم الحقوقية وغير ذلك؟ إذن جرائم النظام عبر 10 سنوات، 11 عام من عمر الثورة السورية ليست فقط اليوم في أريحة. أين جرائم الكيماوي؟ أين جرائم البراميل؟ أين المذابح؟ أين سجن صيدنايا؟ أين المحارق التي تحدثت عنه الولايات المتحدة؟ اليوم هناك طائفة كبيرة من النظام السلطوي العربي أو العالمي يهرول باتجاه دمشق من أجل إعادة العلاقات مع هذا النظام المجرم، وكأن هؤلاء من هؤلاء. لا يعني اليوم فقط من يقتل في القذائف، بل ولكن من يساعد هذا النظام أو يقيم علاقات معه هو شريك في القتل. عقيد أحمد، يعني بالعودة إلى التفجير الذي وقع اليوم في العاصمة دمشق، الملاحظ أن هذا التفجير كما تعلم وقع بعد يوم واحد من استكمال اجتماعات اللجنة العاملة على
صياغة الدستور، هل برأيك سيستثمر النظام هذا التفجير لتعطيل عمل اللجنة لربما ومن ثم الحل النهائي؟ يعني هذه اللجنة لم تؤثر على النظام، النظام اليوم وجد في المفاوضات ووجد في التواصل مع المجتمع الدولي من أجل سحب ضغط من المجتمع الدولي في مفاوضات عبثية، مفاوضات طويلة الأجل، مفاوضات بلا نتيجة حتى الآن، يعني سنتين من عمر اللجنة الدستورية لم تحصل شيء، وكأن الشعب السوري عندما خرج في مظاهراته كانت مشكلته في اللجنة الدستورية أو في الدستور. الشعب السوري حتى الآن طيلة 50 عام لم يعرف بأنه هناك دستور أو قانون في سوريا، هناك شريعة الهمج، شريعة الغاب. أما النظام فيتم استخدام هذا التفجير من أجل أن يقول للعالم بأننا مستهدفون من الإرهاب، ربما يتحدث عن النصرة، ربما يتحدث عن داعش، ربما يتحدث عن أبو عدس آخر، يعني كما حدث في تفجيرات لبنان. ولكن دائما هذه التفجيرات وهذه المنطقة المحصنة والمحمية أمنيا، الأركان قريبة منها، قيادات الجيش موجودة في القرب منها، أتوقع بأن هذا التفجير سيكون بالأخير هو تفجير من أحد أذرع هذا النظام من أجل استعطاف العالم، أو يعني عبارة عن وجهة نظر، أو ربما يكون استهداف قد نجح من زرع هذه القنابل باستهداف هذا الباص أو هذا الحافلة المبيت لل العساكر التابعين للنظام. الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.